مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Amoon. أولا وقبل أن أبدأ أريد أن أشكر اليوتيوبر السعودي موجو الذي صرح لي باستخدام مقطع من أغنية أمي كم أهواها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. إن أعجبتكم أغنية أمي كم أهواها سوف أضع لكم رابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. كم أهواها أشتاق لمرآها. تشاهدون قناة Kids Toys by Amoon. دولي شعرك جميل هكذا، لا تغيري به شيئا. نعم يا دولي تسريحتك جميلة. أحقا جميلة؟ لماذا أنا لا أراها هكذا؟ أنا أحب التغيير، أكره الروتين. أمي ما بك يا عزيزتي؟ أمي إني جائعة جدا أريد أن أكل. أمي أريد أن أذهب وألعب مع كينج بي. ابقى هنا يا عزيزي، المكان مزدحم، لا نريد ضجة. لكني أريد أن أذهب وألعب مع الأولاد، لا أريد أن أبقى هنا يا أمي، دعيني أذهب. قلت لك لا، المكان مزدحم، لا نريد ضجة. داون تاون دعيه يذهب يلعب مع الأولاد. حسنا اذهب، لكن لا أريد إزعاج ولا أريد مشاكل. الخروج بنزهة مع الأولاد أمر متعب. نعم يا عزيزتي. أمي أريد أن أكل، إني جائعة، أريد أن أتذوق هذه الكوكيز. أمي دعينا نغير هذه الأغنية، لقد مللت منها، الجو كئيب. حسنا يا عزيزتي، ضعي أغنية أجمل. حسنا يا أمي. حسنا سوف أضع أغنية مرحة. دي جي، مرحبا دي جي. كيف حالك يا ديرينج؟ أريد أن أرتدي سماعة مثل سماعتك أرجوك. حسنا لدي واحدة. أو سماعة جميلة، شكرا لك. ألم تنتهي عملية الشواء بعد؟ لا يا دي، فإنها تحتاج إلى وقت. بعد إني جائعة. وأنا جائعة يا أمي. انتظروا قليلا، لقد سئمت من انتظار الشواء، أريد أن أذهب وأكل البيتزا. هاي أريد بعض البيتزا. أي مرحبا إيلو إيل، لقد أحضرت لكم الأكلات اللذيذة، وأيضا أحضرت لكم بعض المثلجات والعصائر. واو، أحضرت لنا جميع أنواع الشيبس. هنا العصائر والحلويات، هيا رتبوها في الثلاجة. ها؟ نرتبها؟ نعم سوف ترتبونها. حسنا يا بادي بانك بوي، سوف أعود لكم بعد قليل. ها؟ أين ذهب تف جاي؟ عند الأكل يأتي وعند العمل يذهب. لا بأس يا بادي، دعيك منه، أنا الذي سوف أرتبها، سوف أتذوقها كلها. كم أعشق الشيبس. إنه أمر مرهق أن يكون لديكم توينز. نعلم هذا يا سواغ. أمي هل كنا نزعجك ونحن صغار؟ سوف أذهب إلى الحمام. كنت أعلم أنكم سوف تزعجونني في هذه الرحلة، لذلك حسبت حسابي. سواك، ماذا هنالك؟ لقد أتينا معكم إلى هذه الرحلة لكي نسبح. لا تستطيعون السباحة الآن لأن عائلة الكينج بي ستغني الليلة. أنا أكره ضجيجا. وأنا كذلك لا أحب الضجيج. سوف أستلقي هنا قليلا، أكره الضجيج. أمي الجو ممل، حان وقت أن نغني، أليس كذلك؟ نعم يا أمي، أريد أن أصعد أنا وأخواتي إلى الستيج ونغني.
نعم نعم يا أمي، دعينا نذهب ونغني. حسنا، هل حضرتم الأغنية التي سوف تغنوها الليلة؟ نعم يا أمي، لقد أجرينا تدريبات كثيرة عليها. حسنا، سوف أطلب الآن من دي جي أن تحضر الموسيقى. شكرا يا أمي، هيا هيا. جي لو سمحت ضعي هذه الأسطوانة. ما هذه يا رويال بي؟ إنها المقطوعة الموسيقية، سوف نغني. هيا يا كيدي، ها هو المايك. من سوف يغني هذه الليلة؟ أعتقد بأنها عائلة رويال بي. مقطوعة موسيقية أحبها كثيرا. منذ زمن لم أسمع هذه الأغنية. ما هذه الأغنية يا أبتام؟ دعيني أسمع جيدا. واو، اختيار موفق يا أعزائي. كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها، وأقبل يمناها. فأدم أمي بأمان وسلام يا حنان. كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألسبرايز.